لا بقول لك ايه يا نهى، انا خلاص ما بقاش معايا فلوس، شطبت اخر قرشين معايا كنت محوشه مديتهم لشاكيرا. شاكيرا؟ حتى شاكيرا ما سلمتش منك؟ يعني ايه مش تديني فلوسي؟ لا طبعا مش هديهم لك يا بنتي، انت مرات صاحبي واخويا، يا المفروض تسامحيني في الفلوس دي. اسامحك؟ اه طيب خلينا نشوف بقى صاحبك واخوك لما يعرف ان صديق عمره بيحلم بمراته وكمان نفسه يخونه معاها هيعمل ايه. بس ده حلم يا نا، ما ينفعش تحاسبيني على حاجه زي دي، انت عارفه ان انا بعتبرك زي اختي. انا كنت فاكره كده برضو يا كريم، بس انت طلعت وسخ. الفلوس يا كريم، والا هبعت الفيديو ده. لا 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 لا، خلاص خلاص، خدي كل اللي انت عايزاه اهو خلاص. بس انت عارف انا ما شرفنيش ان انت تفضل صاحب جوزي، اخاف بصراحه. لا يا نهى لا ما تهزريش. استاذ كريم، استاذ كريم يا جماعه الحقونا بدكتور. سيبوه سيبوه يا جماعه، انا هتصرف واجيب له دكتور. بس قبل ما اجيب له دكتور ايه رايكم نبص في موبايلاتنا كده بصه نشوف لو حلم بحاجه جديده؟